أسينسيو. ماركو أسينسيو لطلب الكرة في دارات صفر من قبل صفر في الدورة الثمن النهائي لمسابقة كأس العالم المغربي في ثاني حضور على مر التاريخ. صراحة الشوط الأول كان جد صعب على المنتخبين جوج، فشفنا بعض الخطورة من المنتخب الإسباني وكذلك المنتخب المغربي شكل خطورة على المنتخب الإسباني. كنتمنى إن شاء الله أن نشوفوا بعض الأهداف في الشوط الثاني إن شاء الله، وكنشوفوا بلي أن المدربين إن شاء الله غادي يخدموا على الهدف، ونتمنى إن شاء الله يكون شي نقطة إيجابية وما كرهناش الصراحة المنتخب المغربي يسجل. السلام عليكم، كنهني المنتخب ديالنا واخا الشوط الاول 0-0، بالحق عندنا امل كبير ان شاء الله بالفوز والثقه ديالنا في الله وفيهم ان شاء الله، وبالتهاني في الشوط الثاني ماركو ان شاء الله 2-0 بالتوفيق المنتخب المغربي ديالنا. كنشجعهم وكنشجع المغرب كامل، كان الشوط الاول ماشي كان سهل، كان تبارك الله الله يوفقهم وكنتمناو لهم ان شاء الله الخير ونفرحوا وتكمل فرحتنا امين باذن الله تعالى. هما عملوا الجهد ديالهم في الشوط الاول، كنشجعهم واخا التعادل 0-0 كنشجعهم. شكرا، هذه فرحه المغاربه والمغرب كامل، الامه الاسلاميه كامل. الله يا جيل جا سيدنا محمد، الله مع الجال علي. هنا في البولفار كنشاهدوا المباراه لقطات، ولكن ان شاء الله امتياز عند المنتخب المغربي، ان شاء الله داروا مقابله بروفيسيونيل وكنتمنى لهم التوفيق في المباراه اللي هي الثانيه ان شاء الله.